صباح الخير. عندو زختي نغسل وجهي من بعد ما غسلته، يلا فقت. المهم انا كنرطبو بهذا المرطب هذا في الصباح وبالليل. المهم اختي شوفوا لي الحناني الحنه وغنرطب فمي، غنديرو باش ما نبقاوش صفرين. المهم انتوما معايا، دوزوا معايا هذا النهار ان شاء الله، نشوفوا شنو غنديروا فيه. يا اختي الحناني، شوفوا انا من الناس اللي يا ربي تسمح لي ما كنحملش الحنه، ما تنحملش ريحتها، ما تنحملش الحنه، كيعجبني غير النقش، ولكن اختي مره ندير العادات. المهم اصلا بدات لي شويه الحساسيه بحال الكزيما وداك الشيء. المهم ايوا اختي، نتمنى الفيديو يعجبكم وكملوا معايا نهاري، واللي درسها في نهاري ان شاء الله نشاركها معكم. المهم دابا اول حاجه غنبدا بها هي التصبين، غندير الحوايج يتصبنوا ما حد كاينه شويه الشميشه. المهم كنستعمل هذا ديال ماجيك سماتيك، بديل ديال اريال، كنت كنستعمل صراحه اريال، صافي فاش دخل في المقاطعه صافي مابقيتش كنجيبو اصلا، مابقيتش كنحملو صافي. تنستعمل هذا ديال ماجيك، صراحه ما كاين حتى شي فرق، هذا واعر تيصبن مزيان. استعملت واحد اخر ما عقلتش على سميتو وليني ما عجبنيش، المهم هذا زوين عجبني، ما عقلتش الثمن ديالو، كنجيب انا غير هاد الطاشيه صغيره. ونقدر حتى نشوف شي واحد اخر، راه كاين حتى ليكيد، ليكيد ديالو زوين، نشوف شي واحد اخر نجربو ثاني. المهم هذا راه زوين ورخيص، يعني ماشي غالي. وبالنسبه هكا المعطر هكا الفراش ولا المعطر هكا تطري الحوايج ولا، كنستعمل هذا حتى هو، تناخذو من بيم، كاين فيه الزرق، كاين فيه الموف، وكاين فيه الغوز. انا خديت هذا الزرق في بلاصه داك كونفورت اللي كنت كنستعمل ديال حتى هو كونفورت، كان هو اللي كنت كنستعمل، صراحه ريحته زوينه ولكن حتى هو داخل في المقطع، فهذا ريحته تتحمق، والا صبنت هكا لي زهره ديال الناموسيه ولا كتبقى فيهم الريحه زوينه. اختي هذا ما كان الانسان كل ما تعلم، كل ما تعرف على الله اكثر حبه اكثر وخافه اكثر، كل ما تتعرف على الله تحبه اكثر وتخافه اكثر وترجوها اكثر. لما تعرف ان الله هو الرحيم تطمئن، لما تعرف ان الله القوي العظيم تخاف، لما تعرف ان الله الرزاق ترتاح جوا، يعني سبحان الله. تعرف على اسماء الله وصفاته مريح جدا. الله العظيم في سر عظيم، الإنسان كل ما تعلم، كل ما تعرف على الله أكثر حبه أكثر وخافه أكثر، كل ما تعرف على الله تحبه أكثر وتخافه أكثر وترجوها أكثر. لما تعرف أن الله هو الرحيم تطمئن، لما تعرف أن الله القوي العظيم تخاف، لما تعرف أن الله الرزاق ترتاح جوا، يعني سبحان الله. تعرف على أسماء الله وصفاته مريح جدا. الله العظيم في سر عظيم، الإنسان كتوني دابا صليت الظهر وساليت وقريت شويه ديال القران، ودابا اختي غنوضو للكوزينه، عندي شي خطيره خصني نستفها، وندخلو اختي نصايبو الفطور، ندخلو في الماراطون، وجري عليا نجري عليك، ما نخرجو من هنا حتى المغرب. وانتوما معايا المهم اختي هنايا غندوزو باش نصايبو اسرع واسهل فطور على الاطلاق. المهم اول حاجه كنت شفت واحد لاصوب، قلت علاش لا ما نجربهاش،
درت غير كميه قليله غير باش نجرب وصافي. اول مره غنديرها ولينا البنات صدقات زوين غير جربوها وسهله. هنا قطعت واحد البصيله صغيره وجوج قريعات هكا خضرين حكيتهم وخيزوهم حكيتهم مع شويه درت شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت في طنجره وبديت تنحرك فيهم وخليتهم تهبطوا مزيان مزيان. هنا كنت سلقت واحد البطاطا اولا جوج بطاطات هكا متوسطين ودرت معاهم شويه من داك الماء اللي تسلقات فيه البطاطا وثلاثه الفرماجات طحنتهم في المولينكس. وهنايا زدتهم على ديك الخضيره اولا داك خيزو الكورجيت من بعد ما هبطوا وصافي. وزدت هنايا شويه ديال المليحه والابزار وصافي. وزدت غير شويه الماء جاتني خاطره شويه بزاف فزدت غير واحد شويه ديال الماء وصافي. خليتها طابت واحد شوي وطفيت عليها اسرع صوب. هنايا دزت نصايب دوك لي سيغار اللي اصلا كنت شاركتهم معكم في الفيديو اللي فات كيعجبونا بزاف ديال البطاطا والطون وبصله مشحره والربيع وفرماج ومليحه وبزار وشويه ديال الكمون. صراحه اسرع سيجار تقدروا تصايبوهم. هنايا راه شي كنت عاودت ليه هكا الورقه وشي نسيت ما عاودتش ليه يعني ما دوبلتش ليه الورقه وصافي. وخليتهم على جنب حتى يقرب الفطور ودخلتهم هكا للفران. هنايا غندوز نصايب واحد الطويجين هكا ديال الكبده. هنايا شنو درت جوج بصيلات مع شويه ديال الزيت شويه ديال الربيع هكا المعدنوس مليحه يبزار شويه الكمون شويه القزبر يابس والتحميره الا كانت عندكم والثومه حكيت واحد جوج بصوص ديال الثومه. هنا خليت حتى ديك البصله تشحرات وهبطات وزدت ليها الكبادي ديال الدجاج مهم وخليتهم هكا يطيبوا مزيان وزدت ليهم شويه ديال صوص طوماط وهكا كان جا الطاجين ديالنا مع شويه ديال زيت العود التالي من الفوق جا بنين البنات راه التكال ما خليناش منه حتى شي حاجه. وهادو هما هذا هو الفطور ديالنا اللهم ادمها يا نعمه يا رب وحفظها من الزوال. هادو لي سيغار اللي كنت دارت وطويجين ولا صوب فطور خفيف ظريف وساهل وماهل وسريع. هنايا مهم صراحه هاد لي سيغار كيجيو بنان البنات راه خاصكم تجربوهم. وتلا صوب كتجي صحيه وساهله وما فيهاش كثره التماره وكثره التخربيق توجد لك في ربع ساعه ولا 10 دقائق. ايوا اختي هذا مكان صافي. هنايا نجمع الكوزينه دغيا خفان زربان وهانتوما معايا. المهم اختي انا يلا خرجت من الدوش جلست عييت. اول حاجه غنديرها هي غنرطب وجهنا ما نساوش ترطيب. المهم هذا ديال بلايا هو اللي كان المهم هذا ديال بلايا هو اللي كنستعمل في الصباح وبالليل. في ناس مهم رطبنا الوجه. الصراحه ما كرهتش ندير شي غوماج هكا ولا شي ماسك هكا نحيد به العيا ديال النهار. ولكن اختي ما قداش حتى المره اخرى ان شاء الله ندير معكم شي عنايه بحال هكا شامله من سفط الراس وصافي. دابا غادي نرطب فمي بهذا بعد ما رطبت فمي بهذا غندوز ندير اختي ضروري ما بقاوش صفرين ضروري يكون عند اي بنت ترطيب اللي كنرطب به هكا الجسم ديالي وداك الشيء هو هذا. المهم انا ما دوشت شعري دوشت غير هكا طرفت حالتي بلا شعري غير باش نخفف شويه حيت حسيت براسي صافي فيبل طفيت وصافي. المهم ادوش على هاد الروينه اللي كاينه هنا راه روينه عندي بقى ما حن عليه الله هاد الكوافوز نقادو. والبارفان غنديرو هاد البارفان هادي جديده هادي ايوا يا اختي غنستعملو هاد البارفان هادي جديده هادي ديال جولد هادي ديال العود ريحتها مجهده
هادي ديال الشتا تكون شي شتا تلج ديري منها غير الشا البنات غير الشا صافي. انا ما تنديرهاش بوحدها تنخلط ونديرها من البعيد حيت راه بصح مجهده ديال بصح. انا اصلا قبل ما ندخل ندوش كنرش هكا الريحه على حوايجي باش تبرد شويه باش نخرج هكا تكون بردات على الحوايج. قبل ما ندخل ندوش فاش وجدت بيجامتي رشيت على بيجامتي هاد الريحه هادي ديال الصيف. ولكن راه هاد الصهد اللي ديال هاد النهار راه ديال لي بارفان ديال الصيف وصافي. المهم انا راه كنخلط في الروايح وصافي غنمشط شعري غندوز اختي نجمع شعري بالمقبض وغنمشي باش نصلي العشاء والتراويح. بعد كنحس براسي انسان هو اللي يديها في راسه شويه ويتهلا في راسه الله وصافي. غنزيد شويه بس من هذا وصافي. ودابا غنمشي لختي نصلي والعشاء والتراويح باش نجلس. نتمنى هاد النوع ديال الفيديوهات البنات يكونوا كيعجبوكم. وصافي البنات هنايا ملي صليت وساليت جيت اختي نجلس نستراح ونشرب هاد الكاس العصير. نعقل عليه اكيد المساند الرسمي ديالي ديما هو العصير ديال الباربا. لقيت عليه راحتي الصراحه يا البنات واعر وزوين ومفيد الفوائد ديالو كبيره بزاف. وهنايا غيكون الفيديو ديال اليوم سالا. كنتمنى يكون عجبكم ونقول لكم تلاقاو في فيديو جاي بحول الله. السلام عليكم.